بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس الثاني من كتاب نظم الأجرومية للشيخ يحيى العمريدي رحمه الله تعالى وكان خير كتبه الصغيرة كراسة نظيفة شهيرة كراسة بفتح الكاف سيده سألوا بذي كراسة نظيفة شهيرة في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر بن أجرومي وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تغريبه للمبتدي وقد حذفت منه ما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل شرح للكتاب سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق إذ الفتى حسب اعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا من الريا مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه بسم الله وبعد عشر كيلو هذا كتاب كي نظم الأجرومية عند الصوماليين مشهور كوا عمريدي وشيخ مغالدي وكسو جاية قريدي مركز عمريدي بيدان غالبا يوم عشركي لبعض وحنوغا بالله مقدمة دي بان كجر هي شيخ وحومان تربا انو كور ربا قيبتان دمبا كتابك محتويه سوح كامدة سبب تأليفي سبب تو ألفي إيا أسل كيسي وإشارة أصل هدور له أصل هذا الكتاب وأجرومي أصل هذا الكتاب وأجرومي مركب بالأصل إيا هدور كرده ساه أصل ككتابك وأجرومي وكلو شيء دونا كتاب كاس إنو إلهي دادك كو أنفعي أصل كو أجرومي سبب تو ألف كتاب وكان مركب والنحو أيكو حلم تفيرا والحال النحو نحونا أولى أيتا أحق مذكو حقني مبادن أولا مركبكو مذكو حقني مبادن أن يعلم إلا برتو لأقاد إذ سببت وحوي تعليلي الكلام هذا دونه دون النحو النحو لا أنت إلا يفهم إلا ما فهمه أو كان هو هذا خير كتبه كتب النحو الضمير كو على فين احد او كان هو هذا خير كتب هذا خير قدر اسمه كانت كان فين احد او كان هو هذا خير كتبه وكان خير كتبه مرك كتبه دو وبسكون تاء تاء الله ريبو واسك شعر كدر كتبه بالله راه مرك لا فاصيله كتبه كتب وجمع كتاب كتاب كتب ويسمى غير فيها كتب قيمة مركة كتب كتب وبسكون تاء وضرورة النظم والشعر وكان هو هذا خير كتبه دهب خير كتبه كتب النحو نحو ذا هي الضمير كنحو ذي يعل وكان هو هذا خير كتبه كتب النحو نحو ذا كتب تيذا خير بضن خير كوحلو ونفع بضن حق النفع واية كتبتي الصغيرة يا ريت حق حجم أهل كراسة بفتح الكافي سيدة على المشهور سيدة اللبنية كراسة كراسة نوال وري بضم الكافي لكن كراسة باللبنية كراسة ورقة أوراق أوراق وعلماء قال وأجرون يمتني يسوين توية مركو هوس وحكاله waxay qaar kood ahaan 60 nusqooyinka ajrumiga qaar waa 6 warqadood qaar waxay dhahay 80 aw 10 8 ama 10 kan matrin waxay u kala farwayn yihiin oo kala midsan marka taas uu ishaara waa kaana uu ahaade khayru kutubi kutubi nahwi nahwada kutubteeda ka ugu khayr badan ee ugu nafci badan baa laga wadaa khayrka
كتبتي الصغيرة يريد حجما حق حجمي كراسة أي أهات خبر كان كد كراسة ورقض ورقضها صلى ضيفة فضط ير وصفة الكراس ورقضها سو شهيرة أي عام بحضي مشهورة شهيرة أي مشهورة عام بحضي في عربها عربتي هذا دخل عام كل نقطي وكتابك أجرمي عرب دخل عام بكوية وكتابك نحو الله قبل الله وعجمها عجمت هذا دخل إيه والروم هيرهم والروم وفي الروم هيرهم دخل مركب حال الروم إن عجم حال ما سوى العرب روم نوع عجمي محوقوني أقو حسين عجم كيف سوى قلال وحال يجوا من عطف الخاص على العام خاص بو عطفه والروم عام بو كعطف عجمي لغة العربية رواكو بلانت تنزل الملائكة والروح إلهي وحي ملائكة ويسودي ليلة القدر الروح نوسودي والروح جبريل مركز جبريل من الملائكة بوكمل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بعديه أبا ياشو قال مركز الله دردار معي مركز ويل كيسا قلنا أبا ما أنت عارق إلالي سي قوني رداس وفول إياد قوني أو إلالي نريدو أرقب بكم إذا هيد وقت مارك عطف الخاص على العام بالله والروم الهيرو ألفها وحالفة كراسة ذا الحبر عالمك ابن آج الرومي مارك وحيدا بالمد والتشديد هذه الأغري الفقير السوفي بلغة البربر إمام بربر لي أمن كان مروكد دقو أو إسكاد بضنبا أو بربر لي إلى هذا الجبهد وي أياجر مركب باللغة البربر آج الرومي وحكوتها للفقير الصوفي نين فقير الصوفي لغة البربر ابن آج الرومي أجرومي إن كيس ابن آج الرومي وانتفع وحاكو انتفاع أجلة مدحية وين بوشيخ الديجر علموا وين وين جمع جليل وين أجلة مدحية وين بوشيخ الديجر وانتفع وحاكو انتفاع أجلة علم واوين بعلمها كراسة علمها مع ما شيء يدو أجرى تراه آذر كيس ومن لضيف حجمها جرمي يدو إنو يريها حجمه وجرمي هذا هو حلو كتاب كان حجم يسوسي حجم إنت با حد يسوأي العظيم حجم جرمي جرمي نوالا ومن لضيف حجمها جرمي يدو يرانتي أما قرض قرى نوالا قرى كتاب قرده سكوه ورقديه حجم يسوسي يا نظمتها جواب الله مواك بعد ستة أبيات ما يشاركوا ليح بيت كذب أيان جواب تريد ما يشوكوا يرواك يا نظمتها تحي نظم أن تحد نظمنا وحالة ما له وزن وقافية وحي وزن له ورسنا لا أما الكلام الموزون المقفى يا نظمتها تحي نظم النظم نظم قاسو بديع عن هالدر مقتديا حال أنا همد كضيانا مركب مقتدي بنقرا حولي ويا لشيخ مقتديا إن حال منصوب مركب وحال يروح كوس عدي على لغة ربيع غير ربيع اللغة ضوضاء لأنهم يقفون ويكون استعجام بالسكون على المنون المنصوب أو على التنوين المنصوب إن التوين كمنصوب كاسيد اللي أجي بالألف بالو يستاج تجويد كانوا وكالة ومد العوض وعليما ككجرة عليما أكيد يجرى ما هو المد العوض محوية هو الوقف على التوين المنصوب في آخر الكلمة نحو عليما عليما حكيما حكيما هدو توينكم يهم مجرور أما مرفوعنا بالسكون بالو يستاج أما لغة ربيع يكو حين راعي التوين المنصوب حتى تنوينك مرفوعة مجرور كي راعيا ويكا اللغة ضوضة أهان عربي أهان زيدا مركوية زيد بيسكي استعمال زيد مركا مقتديا وضضع سوشاق مرالة صح لكن ومقتديا مقتديا حال أنا همد كدينها بالأصل أصل كي أجرومي بالأصل أدوك أو بالأجرومية بالأصل أدوك نفع الله الله كوانفع كما نفع بأصلها كواكب كعت تمامة الأجرمية وحودة نفع الله والله كو أنفع متمم ماذا
كما نفع سوء وانفع بأصلها أصل كذا أصل هو أجرومي مركا مركي لجوغ عمرين دي هذه أصل هو أجرومي متممة الأجرومية يشرح سكواكب أصل هذا هو أجرومية مقتدي أنا حال أنا همد كدائرة بالأصل أصل كيو أجرومي في تغريبه أصل كسود وين تيسا في تغريبه أصل كسود الضمير يعود إلى أقرب المذكور أصل كوعي في تغريبه أصل كسود وين تيسا للمبتدي روح باللوغة للمبتدي روح باللوغة أفانك وسود وين هاي آه. وكانوا هذا والحال كانوا هذا خير كتبه كتب النحو نحو ذا كتب تيدا كو خير بضان كتب تي أصغيرة يري كراسة أيها تي ورقضو ورقضها سو لطيفة ير ورقضها سو شهيرة عام بحضي في عربها عرب تيدا دحيدك عام بحضي وعجمها عجم تيدا دحيدك عام بحضي والروم خير روم وفي الروم في سو قدرات والروم وفي الروم خيرهم لحذاك عام بحر ألف وحالف إها كراسة الحبر عالم كي ابن آج الرومي أها بيعس وحال جري محمد ابن محمد ابن عبد الله مرة ما قع على بعض أبي بس كسر محمد ابن داود السنهاجي أبو عبد الله وياه تكون يضعف أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود السنهاجي وصاد خلاص قاره وحيده عم بفتح الصاد أصلاً هاجي مقالة دي سوى فاس ووفاء يالف ياسين ومن بلاد المغرب مراك قبيل كيسو الصن هاجانا وقبيل كوكسو جيه أصلاً هاجي ريسن هاجي أه من بلاد فاس نكسو جيه من فاس ماركا شاقاس وحيداً علماء قارا دي جيه روحي ورطة غالبا نحو أجرومي أصلاً قبلها إلهي نواب برك ولما بضم بوحيدة كتاب كائن إلهي بركي وضلك وكو أنفعي وحد دليل نوا سيدو ضلك وأنفعي وحيتو سنة يسابع دهن قاركوت ورجينينا بصلاح نية مؤلفي شيخي ألفي نية دي سويني وراك سنة شيخي ألفي نية دي سويني وراك سنة وشيخ أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي واي ضاي وهاي كلاي ده عن أجرومي روحي كبر اللغوة قاركود وهاي دي جنة سي أجرومي وجع عليها وأدعى كرتها إن مبالغة تها وير دعى كرتها مبالغة وهاي ده عرض أما واحد لا يرحل إيري أما لقى بيت بدي قاركود وهاي ده أجرومي هداد نحو ذا كبر اللغوة يكون فرنت هداد كبر اللغوة بينهم كوما فرنت ده marka way dhaca kartaa taa in mubaalaga ku jirto nadaamtu laakin waa kitaab mubaarak waa isku waafaqay kaas kitaab ilaahi barakeeyay naxwadana laga bilaawe araba oo ujma arab iyo ajamiba aha way arab maxa arab loogu bixiyay qarkood waxay dhaan waxa loogu bixiyay waxay ka soo jeedaan yacrub in la dhigi jiro ninkay ku abtirsada yacrub way ayaa loogu bixiyay لكن وحادوغا هلا العرب وحلوغا قستا اقوام وحودها العرب واقوامها ودها رحيق مقدمة السفي عن وغاهل في عربها عرب دحيادية وعجمها عجم دحياد إيا والرومي أما عرب وحلوغا العرب أما الإعراب لغة والبيان والقرس أما إبانة وفصاحة عرب كوي وحدين هيوة عرب كوي وحدين لغة وفصيحة في عربها عرب دحياد وهكذا عرب أي ده محلوه بقى ماشي دجاجنا الصحراء لما دجاجنا رعيق هذا الله في عربها عرب ده هذه وعجمها عجم ده هذه والرومي وفي الروم هيرهم ده ألف وحألفها كراسة الحبر عالم كي ابن أج الروميها وانتفع وحاكو انتفاع أجلة مدحيوين أما أجلة علم واوين كشاف عدي جل مدحيوين أجلة مدحيوي أجلة علم واوي بعلمها كراسة علمك هذا كو انتفاع انتفاع كو تعالج مع ما يدو أجرى مع عوي مع ضرورة النظم وشعر كان مع عوي ماذا نوضي إضافين وألفاظ
لازمة إن إضافة وقنا معه مع معها ألفاظ اللازمة وهي معض إضافة لازمتها ما هذا المرك كذا ما يسلو مع ما أي الذي كي يسوى أجر تراه أذارك يسوى ومن لطيف حجمها الجرم يدوين ويريه وكتاب جرم ير قردي سوى يرتا كتاب يروي يا مرك عن سارك يا نظمتها تحيبوي نظمتها وان تحيبوي وأسأل كي أجرمي عن نظمي كدقي نظم النظمي نظما مفعول مطلق ومؤكد لعامل هو أكيد لفتي قواسك حروف سمارت يسكو معا يا نظمتها تحي نظم النظم نظمي قاسو بدي عن حال دار مقتدي مقتديا حال أرامي كو ضياناي بالأصل أصل كيو أجرومي محان كيو ضيانا في تقريبه تقريب الأصل أصل كدوين تيسا للمبتدي لفهم المبتدي روح المبتدي فهم كيس ومسايشه سو دوينه وكان وحواد خير كتبي كتب النحو نحو ذا كتب تهذا كو خير بدن ونفع بدن كتبتي الصغيرة يري كراسة تنبيهات ورقضو كراسة داسو لذيفة وكان وحواد خير كتبه كتب النحو نحو ذا كتب تهذا كو خير بدن ونفع بدن بلغوض كتبتي الصغيرة يري إن كتبته وحيوك لقال المطول يا مختصر غالبا متوسط مرها مطول كتاب دار مجلدات مختصر كتاب يا مركب الله هذا سيو كلام مركب قارقود اللي فايان كده حبعات كوير إشارة وحيد عن كتاب كان عن اللي فاي غير ليس بمطول معها مطول ممل ذاك النوجية ولا مختصر إنما مختصر مخل فسادية نفعي لكن غالبا حلوك القضاء مطول كتاب دير هي مختصر مركة مطول ممل ما هي مركة كتب تأليفها مطول ممل مدير أودك النوجين هي ما هدالنا مختصر مخل نما مخل نفعي لفسادنا ونلقيه لي كراسة ورقضة الله وكان وهذا خير كتبه كتب النحو نحو ذا كتبتي ذا كو خير بضان ونفع بضان كتبتي الصغيرة يري كراسة ورقضة أيهات ورقضةها سوى لطيفة فضوط قليل على قوضة أنا ويريه لطيفة فضوط أوير شهيرة أي مشهورة عام في عربها عربتي ذا عام كوى وعجميها عجمت هذا لحيد عامكو والرومي وفي الرومي هيرهم لحيد عامكو ألف وحاء اللي فيها كالراسة الحبر عالمك أي العالم الحبر هذه لنهانا بكسرها والمداد وإنقاست أما خض من دي لوحة إنه كل ينجر حبر تاوى حبر ومداد وإنقاست ألف وحاء اللي فيها الحبر عالمك ابن أجرميها محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى وانتفع ضحاك انتفاع أجلة المدحيوي أما أجلة علم واوي بعلمها كالراسة علم مع ما أي الذي كي يسوغو أجر تراه أذار كيس قوم اللذي في حجمها الجرم يدو إنو يريها ورقضي يا ربيك قوان مركي سداء دعوة يا نظمتها نذمي كالراسة نظمي ما كاليغو نظمي ما نبدل نظمت وان تحي ها كراسة داس نظم النظمي نظمي قاسو بدي عن حال دير مغتدي عن حال عن حميد خود دير عيوين بالأصل أصل كيو أجرومي بالأصل هو الأجرومي المقدمة الأجرومية في تغريبه أصل كسو دوين تيسا تغريبه تغريب الأصل وعلم في تغريبه أصل كسو دوين تيسا للمبتدي روح بالله وأفهم كي سوسود وينا وقد حذفت منهما عنه غنى وزدت فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق إذ الفتى حسب اعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا
من الرياء مضاعفا أجورنا، وأن يكون نافعا بعلمه من اعترى بحفظه وفهمه. وقد حذفت وحان حذفي بي حذفي وقين الترك وحي لغته والإسكدر. وقد حذفت وحان حذفي بي أنقويي منه من الأصل أصل كحقيس ما أي الذي كي غير أن كافتو مد أيهات عنه حقيس أصل كأدرومي وحان كقويي بي أنفراه كقادم إسكدر محاكا من هذا باو مرفوعات الأسماء أجرومي مركوي وحوية المرفوعات سبعة تضبوا وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعل والمبتدا وخبره واسم كان وأخواته وخبر إن وأخواته وتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل كم إسكدا في وحاس وحوية مرفوعات الأسماء مركو كهلا سلا أموس الترين فروا كقال ما قرا وباب النوو كير الدوران مركو مرفوعات كهلا ترين تي أضمبو كبحين دوران وحنا دي دوران مرفوع الأسماء السبعة الناتي بها معلومة الأسماء من تبوي بها تضبا دي ترين تودي فروا كقال وقد حذفت منه ما عنه غناوي وحن ككف لا كافتو من كروي تضبا دي ننقونيبو ملكا سيساقا باب أهم بوشيك دوران لكن ترنتي هي سبعة وهي الفاعل والمفعول وهو اسكده لم يا لما يا علم يا علم ما روح كسو قاده لما لم يا لما هو كلو اسكيه مركه مسائل وكتغي با جرى اجرومي و قري جرى و يري وا لغا كافتو وقد حذفت وان حذفي منه من الاصل اصلكي وحان كحذفي ما اي الذيك غينا كافتو ميد اي كسغناتي عن حقيس وحي لغا كافتومي كروا اسكا حذفي وقد حذفت وان حذفي منه من الاصل اصلكي وحان كحذفي ما اي الذي كيبان كحذفي غير ان كافتومي اي كوسغناتي عن حقيس وحي لغا كافتومي كروا اسكا حذفي وزيت لكن زياده كلام كيرو فائده وزيت هو حان كو زياده هو اصلكي فوائدا وشعر كدرت وفوائد وما لا ينصرف ومفاعل ومساجد أوكرة فوائد محو التوين لضرورة النظم إن شاء الله صومر يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره شعر كدرتي لكن وفوائد فوائد ومفاعل وزيد وحانكو زيادة هو أصل كي فوائدا فوائد فائدوين فائدوين كاسو الغنى كافتو مد أيها تبيها فائدوين كلو كافتو هذا ترو فير سواء منا وبها الغنى منا عنه غنى وجناس لكن ووحما اتفق لفظا واختلف معنى وحلفظه سوافق لكن معنى هكو كلب دارهم ما دمت في دارهم بنين شاعر ننكوية دارهم ما دمت في دارهم لك هذه لو الله واسكم دارهم دا ودالي ألف را ها ميم دارهم ما دمت حاجة يسيرك في دارهم دارهم يا دارهم يسكسي ويقولك ما لكن واحد استلمه من دوا فعل من دوا اسمه معناها أن اسمه حقي كرنا اسمه هو اسمي وحيب كلام فعل دارهم من دهور الله نقوي ولمن المدارات وحيد مداهنة مجاملة وحيد سمعوا قرن ملح صلاح واحد يصير موجين يسويشيس هاي داريهم ده المدارات بين الدبوريج وحوجا وحال ما هم بروح يسكت يا مكت مركب وحوي داريهم أي عاملهم لا تقن مجاملة كل تقن بوله وما راح صلاح كل تقن ما دمت أنت تاي في داريهم قريه داريهم تضمن ودار وقريه من ده هرر وافعل جناس ب بلاغة الوية جناس ما اتفق لفظا واختلف معا مرك فيري عنه يا بهذا راك لسوع فيها من دهور واحد لقى كافتومي بالو من ده دمر واحد لقى كافتومي بالله رب واحد لقى كافتومي والله رب تندم به وواحد لقى كافتومي أي الله رب من دهور أنا واحد لقى كافتومي مرك الله بيكلم مرك وحوي سو زيادة محاكمة وابدني وحوي سو سو زيادة وابدني وحاكمة الباب كان أقول باب الكلام أجنومي باب ما بأهين باب نيو مركي لغا سوتو أجنومي قال الكلام بو كهل كان لكم حو كهل كلام إيا كلمة إيا كلم إيا قول أفر أفر
ماشي أجنبي وكه على كلام بس وحكود در الكلمة كلم أطاع الله كلم قول وحاكل باب النعت مركي لجو حقيقي السببي أجنبي وحقيقي ومبوكه كان سببي جيبه متن وكل قدوان حقيقي السبب أنت ها النعت إما رافع للمضمرين يعود لل يعود للمنعوت أو للمظهر ولل توكيد كلفي معنوي لا بدي وشيء ده وإن تؤكد كلمة أعتا كقولك أنت أنت وليد أمرك باو توكيد لمرأي إسأنا واك هل دونا وإن تؤكد كلمة أعتها بلفظها كقولك أنت أنت واي مركز زوائد بضم باجرت وسوز زيادي عمريدو وقد حذفت وان حذفي من واصل كي وحان كحذفي ما هي الذي كي غنا كافتو مدايات عنو حقي سلاك كافتو مي ويتاس وزيت وحان زيادي هو أصل كي فوائدا أي فوائدا فائدوين فائدوين كاسو الغنا كافتو مدايات بها فائدوين كالو كافتو مي كافتو مي وكو عند موال رباو متمما حال أنا متامي إلي لغالب الأبواب باوك انت بضن باوك انت بضن وانت ميلي فجاء النظم قوي فجاء هذا النظم فاعلك فجاء ويمد هذا النظم نظم كان مثل الشرح شرحك ليسوا للكتاب كتابك أصلك أما شرح سؤال الموضوعي لو دجي للكتاب كتاب الموضوعي لو دجي للكتاب متمما حال أنا ميلي لغالب الأبواب بابك بضن كود وان تاميلي فبسبب تاميلي دا صوت جاء ويمد هذا النظم نظم كان مثل شرح شرحه كلا يسوى للكتاب كتابك أصلك أما شرح سؤال موضوع اللي دجي للكتاب كتابك أصلك سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق كو حكى الله سبب التأليف ووحيدا الباعث على التأليف ما ها شيخ كبحي انه كتاب كالف ولماذا هو رأي انت بضن مركي كتاب الليف ايان وحيديه جرين ان بضن اياك كم بذن ولوي دي سنجر شيخ كتاب انه الليف انك ما يشل يا شيخ كتاب انه اغرين انك الليف هذا نقوى بضن عالم التأليف كمجل لكن هذا انت شيخ اوتك أما نك علماء على الشيخ هو كتاب كان ما بالله سما يكنا محلي جا الشيخ هو كتاب نو ألف كتاب نقر مركز سئلت فيه والي ويديست أبي شجاع أنا وارته مقدمة وحدا سألني بعض الأصدقاء صاحب غاركود بقى ويديست مركز أنت بدون والي ويديست سنجل من تاسع من نسيا مسألة أرك وباهن إلا برارج مركز وحي مسألة عن أركي يو كتابك قرهي منا كتاب وحيا متنع إنو كتابك شرحو الرباب مركز إلى سيدات مسألة وقال وحلو ألفا بينا سيدات رنقاوة كتاليف يهوس قال سئلت والي ويدي شيخ أنه مركز محو ألفا يسوي تاليف سألني بعض الأصدقاء صاحب القارب ويدي استيبي سئلت والي ويدي استيبي سئلت والي ويدي استيبي في هذا النظم النظم كان من صديق وحكو تعلق لها بماشي كحف سؤالا سؤال سؤال شاسو سادنا كسوف شيء من صديق صاحب حقي صاحب كاسو صادق كر شيغا في صداقتي صاحب نمديس سئلت والي ويديست فيه نظم من صديق صاحب حقي ها أما سؤالا بعد سوى قدر وحديث سئلت والي ويديست فيه في هذا النظم النظم يكار سؤالا سؤال سؤال شاسو سادرا كسوف شيء وكتمت من صديق صاحب حقي صاحب كاسو صادق كرون شيء في صداقتي صاحب نمديس واي صاحب كاسو يفهم فهما يقولي هذا الكيغة لاعتقاد يفهم فهما قولي هذا الكي لاعتقاد رمين منه حقي سكاعت أني أهل لذلك أرنتها إنا أهل أو محل فكر يرمي سيء صاحب كاسو يفهم فهما يقولي هذا الكي معنى قولي هذا الكي معنى يسو فهم
لاعتقاد رمين درتين من حقي سكاعت محور رميسية أني أهل أهل إن أنا وهو أستاهل لذلك إن أحلف اعتقاد كاسو واثق حق بدن واثق لو كلسوني هان وثوقا واللو داي واثق حق بدن وقد حذفت وان حذفي منه أصل كيمائي الذي كي غنا كافتو مدايات عنه حقيس لك كافتهم وزيت وان زيادي هو أصل كي فوائدا فوائد فائدوين الغنا كافتو مدايات بها فائدوين كالو كافتو متمما حال انا متامي الى لغالب الابواب باوك انت بدن فجاء من نظمه مثل شرح شرح وكلا اسوغا شرح سؤال الموضوع اللي دجيو لو دغ للكتاب كتاب كي اصل كا سئلت والي ويدي سيفي في النظم نظمها سؤالا ويدين سؤال شاسو صادرا كسوف شيء من صديق صاحب حقي صاحب قاسو صادق كره شيء في صداقتي صاحب نمديس أفر باكر الجرتي على كناشر حكوي رشيق صديق وصاحب خليل وصومالي وقار أي وذي لها وذي صاحب دير نوال صديق صاحب إيو خليل وذي أيضان حبيب من أجعش يا صاحب صاحب مركب وحيدا صديق كانوا نوكينا كتابك الصديق هو من يفرح لفرحك وروحي فرحة مركب هذا فرح سنت ويحزن لحزنك مركب مرقسنت هاينا وكل مرقى كالصديق والله وضده وحاك سور جدا العدو عدو صديق ضدك سوى عدو صديق مركب وصاحب مركب هذا فرح سنت وكل فرحة هذا نحسنت ومرقسنت وكل مرقى خليل ميا خليل باحيال دير والخليل من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك وتخللت محبته في أعضائك بينه وروح كل فرح سنت مركز فرح سنت مركز مروج سنت كل مروج سنت لكن وحزيادة ولا يصدق ولا داري وتخللت أي نحق الشيء محبته جعلك في أعضائك حبناها جعلك ساكن نحق والحبيب حبيب صيح له ما يفرح لفرحك ويحزن لحزنك وتخللت محبته في أعضائك وتفديه بمالك سوى كسي ديري وكل فرح سيا مركز فرح سنت وكل مروك سيا مركز مروك سنت جعيل كيسون حمناها واقلة وتفديه بمالك حورها قد كفرتها وتفديه بمالك ما قلت أما صاحب حيا صاحب فهو من دارت عشرتك به فهو أعم من جميعهم من جميعها فهو أعم جميعها أي من جميعها منصوب بنزع الخافض بكر صاحب حال من دارت روحي ديرات عشرتك معاملة به سقى الله معاملة مدر دير بدري صاحب دارت وحال ديرات عشرتك معاملة به سقى الله معاملة فهو يسوى أعم وعم جميعها من جميعها لمن عم بكي وقد حذفت وان حذفي منه أصلك وحنك حذفي ما هي الذيك غيرا كافتو مدايات عنه حقي سلك كافتو ما هي وزيت وحنك زيادي هو أصلك فوائدا فوائدا لمرك فوائد فائدوين فائدوين كاسو الغنى كافتو مدو وحض بها فائدوين كلو كافتو متمما حال أنا متامي إلي لغالب الأبواب باوك انتي بندي باوك يجرمي قدوم وشيك دونا بالغالب متمما حال انا متامي لهي لغالب الابواب باو كبلن كود فجاء ويمد جاء فاعلك هذا النظم وسو قدريس فجاء ويمد هذا النظم النظم كان مثل الشرح شرح وكلا يسوق شرح سؤال الموضوع اللي دجي للكتاب كتاب كاصل على الكتاب سئلت والي ويديستي فيه في هذا النظم النظم كان من صديق صاحب حقي أما سئلت والي ويديستي فيه في هذا النظم النظم كان سؤالا سؤال سؤال شاسو صادرا كسوف شيء من صديق صاحب حقي صاحب كاسو صادق كل شيء في صداقتي بعدي في صداقته صاحب نمديس صاحب كاسو كاسف كاسف يفهم يفهم صفة للصديق فهو من باب الوصف بالجملة بعد الوصف بالمفرد بي ما شايف قوات كان هذا فيه
يفهم حكمي وصفة لصديق بعد كصفين فهو يسوى من باب الوصف بالجملة جملة الوصفة بعد الوصف مركي الوصفة يكذب بالمفرد وكوى صديق مركي كوى المفرد بالوصفة وصادق مرضا بعدنا جملة الوصفة ويفهم صديقا سو صادق الرشيق مفرد بعد قصفة هذا صديقا سو يفهم فهم جملة قصفة يفهم فهم يا قولي هذا الكيام يفهم فهم يا معنى قولي قولك يا معنيس لاعتقاد رمين درتيد من اللي فهمي منه حقي سكاهت محور ميسي أني أهل لذلك أرنت أين أهل واحي وأن أستاهلون وحلي فكر اعتقاد كاسو واثق أي قوي حوق بلن واثق حوق بلن واثق لوكل سوي هنوالي واثق أي قوي حوق بلن إذ الفتح حسب اعتقاده رفع وكل من لم يعتقد لم ينتفع إنك استوى شرح وحوقع يربط أو هلك يرجع أرنا عن سجنين بوهلك شيء شرح لاعتقاد واثق فيه هذا هلك أسقابه أرنا عن سجنين بو شارح وقدر وبيجوري أنت بيجوري جاهز لاعتقاد مني أني أهل لذلك واثق أي أقوى ملاه يا مشا فالاعتقاد إن هذا حرم يسوي نافع النفع بوله لا محالة تشكيلا سال الله ما يمر وها السجن مركز رميسي معنى يلا الموت وح بق ومدري هذا رميسا كور توصل قميص كي قمنا أما الدفع أما عسيل أما حرامين نوعية ذا قاركول الله كونتون دولار أما لواتن أما لواتن هذا إسكنا عند عشان نص دولار بالقى إساسا عن اعتقاد سنة مصوعانس وحكوله فالاعتقاد اعتقاد وحداد اسكر رميس نافع وكوانفع لا محالة مدى بركة ديبك لواك هالكر ولو كان هبع هذا واحد اعتقادي سي في الأحجاري بقى حالي ناد بركة كيلي سيادة اعتقادي سي وذهلي بكله بقى وهو الخطر ما يشاس مركة واحد سوغان ما ولو كان هبع هذا واحد اعتقادي ليس في الأحجاري مركة وغير ثابت بعد أرنتا مصوغ أرنتا مصوغنا بقى حكوك يعني مره بقى وحكوك يعني مره بقى كي أقيم بنا الدين تينونا تري هلا السلام وهلا الأنكر يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حجر الأسود كي سوى الله الله حديث عمدة الأحكام والصحيح البخاري كجر أعلم وحنوجه أنك حجر لا تنفع ولا تضر هذا وحنا ما أنفع وحنا ما ندي ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلهم كذب كما بقولون كذب إذ سببت وحاوي الفتى ويلك لن يرد والله القبس الفتى رفع وعلى كوريا لابي حسب اعتقادي اعتقادك سكل بإنتوية ترمرك هم عالية يتلمام علماء قارن كاوا وحفعا وروح هذا إن شاء الله نحوذه وانبراني هذا الله تكون بحسه توفيق من الله هذا الشروع أتبرانيس مركة طاوي في عنته وحلوه هم عالية ولقى هو قصة إيا فكر سرع إن سببتو حاوي الفتاويل كدن يرضى رفع والله كوريالا حسب اعتقاده اعتقادك سكل بإنتو لقي حسب بمعنى مقدار بالمركة كوفة السنة حسب اعتقادي مقدار اعتقادي اعتقادك سو انت وليقي وكل من روح دمانتي لم يعتقد ان اعتقادني لم ينتفعكم انتفاع كتاب كان عداد ما بفهم اي ما بفهم كرت هداب بيش صوغة شطانو فهم ما هي نحو فهم ما يست نمركي هراد اسكان عدي عسي انا فهمين عل هرتي جوي بيدان صومال عل هرتي جوي أظن لو قلنا بعد ذلك أنا خد جبر كل الوقت لا أنا ويسوع ما الوقت وهاي كلوي ده ما ورد ما لبس وجوري ده البلاء موكل بالمنطق بلد وحي سارن تعرف مركب حمال لما صار صدينا البلاء موكل بالمنطق وعات وحى شرب بيهات سبحان وخير قوة مباشر كفلات وكل من روح دمانتي لم يعتقد أن اعتقادني لم ينتفعكم انتفاعه فنسأل وحاوي دي سنين المنانا الله سين تبض المنانا الله قل تبض الله بحين تبض انتو من المن دي وي مني
لقد من الله وادقرنس واي فنزل وحاوي دي سنين المنانا الله قال الله المنانا الله سين تبض أن يجيرنا إنو نقبت باديو نقا كوريا من الرياء استوس من الرياء بيهاي لضرورة النط من الرياء استوسوس مضاعفا حالو يهم الله والله بايا ألا أجورنا أجير هذا وأن يكون إنو هذا ألا سبحانه وتعالى نافع المذ كو أنفع بعلمه كتاب كان علمي من إنو كو أنفع من كاسو اعتناء قصد أودني بحفظه ألفادي سينو حفظه وفهمه معاني دي سينو فهمه إذ سببت وحاوي الفتاويل كدن ليرضى رفع والكري إلى حسب اعتقادي اعتقاد كيس قدر كيس حسب اعتقادي اعتقاد كيس انت وليقي وكل من رمانتي لم يعتقد عن رمين لم ينتفع كما انتفاع فنسأل وحاوي دي سنين المنان الله قال الضبط المنان الله سين تبض أن يجيرنا إنو نكري ونقبت بادي من الرياء استوصص مضاعفا حال يمد لما الله بأي وجورنا أجير هذا وأن يكون الله إنو هذا نافع المذك وأنفع بعلمه كتاب كان علمي من إنو كوانفع من كاسو اعتناء قصد إيه قصد اعتناء قصد أما اعتناء دنيو اهتموي مركا من العناية اعتناء دنيو قصد بحفظه لفظي سين وحفظي الفاديس وكتابه نوع النظمي وفهمي فهم معانيه فير هذالك شرح انت بيجوري هسه وقيد وحقوق بفهم معانيه معاني سين لفهم لان مجرد حفظ الفادي الفاديس والله حفظي كليه لا يجدي مفائده اما لا ينبت مد عليه جدوى سيده ورته وفائده وعرضت حدا واحد فائده ما مركله بدون فائده من بدون جدوى هذا بدون جدوى كلهم وبدون فائدة لا يجدي مفائدة نفعا ونفع لا يجدي مطلوه أي لا ينبت نفعا ونفع مركا الفاتحة كريم الله حفظي الله مرة بك الفاتحة حفظي معناها نفع إذ سببت وحاوي الفاتحة ويل كان ليرى رفع والله كريم الله حسب اعتقاده اعتقاد كيس انت أولئك يهيب الله كريم الله إذ سببت وحاوي الفاتحة ويل كان ليرى رفع والله كريالا حسب اعتقاده اعتقاد كيسه انت اولئك الله كريالا وكل من روح دمانتي لم يعتقد ان اعتقاد لم ينتفعكم انتفاع هذا رميسنين اما فائدين هذا كيل هذا روحكم انتفاع فنسأل وحاوي دي سنين المنان الله قال الضبط المنان الله حسين تبض أن يجيرنا إنو نقبت بادي من الرياء استوسوس مضاعفا حال يهم الله والله باي أجورنا أجير هذا وأن يكون الله إنو هذا نافعا مذك أنفع وأن يكون الله اسم ياسيو قدر الله وأن يكون إنو هذا هو الله نافعا مذك أنفع بعلمه علم الكتاب هذا بعلمه كتاب كان علمي علمي كجر كتاب من إنو كوانفع من كاسو اعتناء قصدي من كاسو اعتناء دني اعتناء قصدي بحفظه كتاب كان الفادي سينو حفظيه وفهمه فهم معانيه معاني دي سينو فهم باب الكلام الله سبحانه وتعالى أعلم أحكم بالله التوفيق